أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأتي بعد ذلك إلى آيات أيضاً النظر والتأمل والحكمة. قلت إن الآية السابقة كانت ألم ترى ثم ألم تروا ثم ألم ترى مرة أخرى لهذا السر. فقال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والإيلاج هنا يعني كأنه تذكير أن الله عز وجل قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني إن كان عندكم إنكار لذلك أو استبعاد لذلك فتأملوا وانظروا نظر الحكيم المتأمل في إيلاج الليل على النهار وإيلاج النهار، يدخل هذا على هذا ويخرج هذا من ذاك. جاء الإيلاج في أربع آيات، والعجيب أنه دائم يبدأ بالليل، والليل ترى أهم من النهار في القرآن. الليل أهم من النهار في القرآن، يعني تجدون الشمس والقمر متقاربة، السماء والأرض متقاربة، الليل والنهار لا، الليل فيه عناية. القرآن نزل بالليل أيضا، والقرآن ترى يحب الليل أكثر لأنه نزل في الليل. وإن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً، ناشئة الليل. ولذلك قدم يولج الليل في النهار، والقسم بالليل أكثر من القسم بالنهار. فجاء هنا ينبغي التنبيه إلى عناية القرآن بذكر الليل والإقسام به، بل جاء في 58 آية الليل، والنهار جاء في ثلث العدد هذا في قريب من 20 أو 21 آية. وأقسم الله عز وجل بالليل في 7 آيات وبالنهار في آيتين. ثم قال الله عز وجل: بيض وسخر الشمس والقمر. هنا مثل ما قلنا في سخر، التسخير الأول ما هو؟ قبل قليل ماذا قال الله عز وجل؟ ألم تروا ما في السماوات، ما في السماء. هذا التسخير، التسخير للشيء كما قلنا المقهور. فالله عز وجل سخر الشمس والقمر، هذه الأجرام الكبيرة سخرها الله عز وجل، وليس أي تسخير، تجري بأمر الله عز وجل. يعني كيف أنها تجري هذا الجريان على قوة خلقها وتستمر في الجري لولا هذا التسخير من الله؟ ولكن هذا ما ينظر إلا الحكيم، ما يتأمل فيه إلا الحكيم. ولا بعض الناس يحسب أنها تطلع وتطلع، لكن لما تكشف واضح أن في اختلال، يبغى أن الإنسان ينتبه. لأن الكون يسير وفق نظام، لكن عندما يحصل أي خلل يجعل الناس أهل البصيرة ينتبهون إلى ذلك. وسخر جاءت للتذكير بها في آية 16 آية. أكثر التسخير جاء في الشمس والقمر، أكثر التسخير جاء في الشمس والقمر. سخرها كما قلنا بالجري، وبأن جعل القمر ضياء وجعل الشمس سراج، وأيضا الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأكثر ما جاءت المنة في التسخير كما قلنا بهذا، ليس بالشمس والقمر فقط بل بالجريان، بالجريان لأنه آية
عظيمة. والجيران كما قال العلماء هو المشي السريع، هذا الجري الكبير والسريع في هذا الكون إلى أجل مسمى. ما هو الأجل؟ قيل يوم القيامة، يعني تسخيرها يدوم إلى أن تنقضي ما في هذه الأكوان. وذكر ابن كثير رحمه الله أن في الشمس والقمر أن أشهر الكواكب، أن الله عز وجل اختارها، وإلا تجري غيرها من الكواكب لكن اختارها لشهرتها وتسخيرها للناس. طيب، ذلك ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يعني المتأمل في هذا الخلق والناظر نظر حكمة وتأمل يجد أن الله هو الحق وغيره باطل من المعبودات، ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو الكبير المستحق للعبادة. ثم جاءت أيضا الأمر بالنظر مرة أخرى: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر؟ والفلك جريانها في البحر آية، يعني لماذا هذه الخاصية في الفلك وهذا الخشب هذه الخاصية وبقية الأشياء أقل الأشياء لا يمكن أن تبقى صامدة في هذا البحر؟ تجري بنعمة الله، وأيضا تسير حتى مع هذا الفلك، تسير ولولا فضل الله عز وجل ورحمته لا حصل شيء من كثير من الرياح. ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن الفلك عرضة للهلاك بسبب ما يأتي لهذا الكون من رياح. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. هنا يعني في قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الفلك، هذا هو الثالث كما قلت في طلب النظر في هذه السورة، سورة الحكمة، جيء به للتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس، هذه للسر عندما جاء بالفلك، جيء به للتخلص من فريق من الناس بدل أن يشكر الله في حال نظره نعمة الفلك يشكر غير الله ويشرك مع الله. يعني هو مفترض أن من ركب الفلك يكون أكثر الناس شكراً وأكثر الناس حكمة واهتداء، هو يهتدي تلك الساعة، ساعة اشتداد الغرق، ثم يعود لجهله مرة أخرى. وإذا قال الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، ثم بعد ذلك: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. يعني ولذلك حتى في لا في الختام في السابق: ألم ترى، عودوا للآية مرة أخرى وانظروا فيها، عودوا فيها: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ثم قال في ختامها: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قلنا إن لفت النظر لهذه الآية لتبين فضل الصبر والشكر، فضل الصبر عند ورود هذه المصيبة وهي غشيان الموج، وأي موج يأتي في الحياة ومكدرات الحياة، لكن هنا في البحر بالذات. والشكور الذي يشعر بعد أن ينجو أن هذا من الله عز وجل. ثم بعد ذلك ثنت الآية: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. فكأن ختام الآية السابقة مقدمة للآية اللاحقة. واضح هذه؟ واضحة؟ نعم. طيب، ثم قال بعد ذلك الله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ختمت هذه السورة بهذا. ولاحظوا أن في القرآن أيضا جاء: لا يجزي نفس ولا يقبل منها عدل، ولكن هنا نص على الوالد والولد. لماذا؟ ها؟ لأنهم مع الكفار هنا هناك
فبعضهم مسلمين الآية نزلت وبعضهم كافرين، فبعضهم يتصور من الكافرين أن ما دام ابنه مسلم أو العكس أنه قد يجزي هذا عن هذا، فجاءت الآيات لتقطع هذه الجزاء، فيقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن كأن ما سبق توجيه لكل فريق على حدة، فلعل في هذا الختام في ختام السورة توجيه للفريقين، وكما قلنا ذكر الوالد هنا والولد لأنهما أشد محبة وحمية، فيعلم أن غيرهما لن يجزي، وأيضا حتى لا ترد الشبهة التي قلنا لأن جاء واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فهنا جاء بالوالد والولد، وهذه الآية مكية، هذه مكية وأهلها خليط بين مسلمين وكافرين، فقد يتوقع أن الكافر ينفع ابنه المسلم أو أن أباه ينفعه، فقطعت الصلة هذه. فلا تغرنكم، فلا تغرنكم الغرور هنا يعني ما ظاهره خير ولكن باطنه غير ذلك، والحياة كثير ما تغر الناس، تغر ببهجتها وما فيها من الزينة، فيغتر الناس بهذه الحياة ويتوقعون أنهم في بقاء واستمرار في هذه الحياة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. كان من جملة غرورهم، جملة غرور الكافرين دائما، أنهم يجعلون عدم إعلان الناس بتعيين وقت إمارة الساعة أنها غير واقعة، لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني مشكلتهم. فقال الله عز وجل أسكتهم بهذا إن الله عنده علم الساعة، إن هنا أفادت التأكيد بحرف التحقيق، والله عز وجل وحده عنده علم الساعة ووقت وقوعها، عنده لا عند غيره، إشارة لاختصاصه سبحانه. وينزل الغيث، عنده علم وقت نزول الغيث، عنده لاحظوا عنده وقت العلم اليقين بنزول الغيث، لا وقت الإخبار، الإخبار قد يخبر بالناس توقعونه، لكن علم النزول لا. وما تدري نفس، يعني تجهل أخص الأحوال، إذا هم يسألون الآن يقولون متى الساعة ولماذا ما يخبرنا عن الساعة ونريد نعرف الساعة، أنتم الآن لا تعرفون ماذا تكسب نفس، كل نفس يعني النفس ماذا تكسب غدا، لماذا هذا الجهل في أحوالكم الخاصة لا تعلمون، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مع حرص النفس على معرفة هذين الأمرين، يعني النفس حريصة كل الحرص أن تدري ماذا تكسب وبأي أرض تموت، ومع هذا الحرص ما تعلم. فإذا كنتم جهال في هذا الباب لماذا تبحثون في ذاك الباب؟ فخفاؤها، ولذلك الله عز وجل وما تدري نفس بأي رضا إن الله عليم سبحانه. نعم، قلنا بالنسبة لعلم الأرحام الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام من الخلق، لكن لا يلزم من قول الذكر والأنثى، لأن كما في الملك إن الملك بعد 4 أشهر ينفخ فيه ويقال ويسأل أذكر وأنثى، فالملك علم، لكن المراد بعلم الأرحام ليس فقط الناس حصروها وقصروها في الذكورة والأنوثة، لكن ما في الأرحام خلق كامل غير كامل، ما هو هذا الخلق، يعني تفاصيله، كل هذه الله سبحانه وتعالى. أما قضية وأيضا علم الذكر والأنثى محجوب في الأيام الأولى، محجوب. نعم، طيب، لعلنا نبدأ بسورة السجدة، وهذه السورة يا أخوان يعني من السور المكية، وورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان يقرأ هذه السورة عليه الصلاة والسلام فجر كل جمعة،
هي وصورة الإنسان يقرأها. في بعض الروايات يديم عليها، في بعض الروايات يديم عليها عليه الصلاة والسلام. هذه السورة ما سبق من الصور كان لها مسميات، مسمى واحد، لكن هذه السورة ورد لها كثير من المسميات، ومن أشهرها سورة السجدة، وتسمى أيضا ألف لام ميم تنزيل، وألف لام ميم تنزيل السجدة، وتسمى المنجية، ومشهور أيضا سورة المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ومن أضعفها ما جاء أنها تسمى سورة سجدة لقمان، فيها ضعف ذكرها بعضهم. لكن وجاء في فضلها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة ألف لام ميم تنزيل سجدة، ويقرأ تبارك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وقال سنده صحيح، وإن كان في سنده ليث بن أبي سليم. نعم، هذه السورة نزلت بعد سورة النحل. وهذه السورة يا أخوان أريد أن ننتبه، كما قلنا في سورة لقمان الحكمة، هنا جاءت لمعالجة مسألة إعراض المشركين وشدة إعراضهم. من هذه مكية وهذه مكية، لكن هذه نزلت تعالج سورة قضية سارت دارت حولها، وهنا تأتي لقضية شكهم في الكتاب وقولهم أن النبي افتراه. فجاءت الآيات السورة من أشد الآيات في خطاب المشركين وفي مقارعتهم، ولذلك هم أشد الناس في الاعتراض جاءوا، وكذلك هم أشد الناس. جاءت الآيات تشير إلى صنفين من الناس، أشد الناس في المكابرة والعناد، وجاءت الآيات شديدة في حقهم في عذابهم وعقابهم، وأيضا جاءت فيها المستجيبين، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. فمنتهى الطاعة منتهى العصيان والتكذيب ذكرت هذين الصنفين. هناك قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم، هنا ألف لام ميم تنزيل الكتاب، لأن العلاج لمسألة الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هنا إذن انتبهوا لهذه افتتاح هذه السورة. نعم، لاحظوا قال الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لعلهم يهتدون، إذن التركيز على تنزيل الكتاب والتنويه بشأنه، ولأن جماع ضلال من ضل هو التكذيب بهذا الكتاب، فجاء التركيز على هذا. وفي لقمان جاءت المسألة الحكمة، ولذلك تختلف السورة هذه عن تلك. ومما ينبغي التأكيد عليه وأرجو الالتفات إليه هو أن هذا الثناء جاء في آخر السورة مشابه لهذه السورة كسورة يعني هنا لاحظوا البداية هنا في هذه السورة قريب من البداية في سورة البقرة، لكن في فرق. يعني هنا قريب، قال الله عز وجل تنزيل الكتاب ألف لام ميم، قال هناك ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه وزاد من رب العالمين، ها أم يقولون افتراه. إن هناك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما جاء التنزيل ولا جاء أنه من رب العالمين، وما بين مقولتهم، لأن هذه نازلة، يعني آيات البقرة نازلة للمؤمنين صورة مدنية هادئة، وهنا شديدة لأنها على أولئك المنكرين أشد الإنكار. ولذلك قال المفسرون عند هذه الآية وإنما عدل عن قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه في البقرة لأنها مدنية نازلة بين المسلمين ومن يرجى إسلامهم من أهل الكتاب، وأما هذه السورة فقد جاءت مجابهة للمشركين وهم أصل بعودا وأشد إنكارا، ولذلك جاءت بهذه القوة. والواحد لو قرأها لوحده وتأمل فيها يجد فيها قوة شديدة، بل من أقوى الصور المكية في التشنيع على الكافرين والمشركين. وتنزيل الكتاب، حتى تنزيل الكتاب مع أنه جاء في أكثر من آية
جاء في 5 آيات في القرآن لم يأتي نفي الريب إلا هنا، لم يأتي نفي الريب إلا هنا. وترى نفي الريب يأتي الريب لكن أكثر مع القيامة، أكثر نفي الريب في مسألة شكهم في القيامة. طيب قال الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لماذا لا ريب فيه؟ لأن الذي نزل به أمي وسيرته إنه صادق، أليس كذلك؟ وما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثله. يعني إذن المنزل عليه أمي وسيرته أنتم تعترفون بصدقه، ها، ثم لم تستطيعوا أن تأتوا ها بمثله، يعني ما استطعتوا حتى بصورة من مثله بعشر سور. ولذلك جاء في لما يأتي كلمة الافتراء تأتي التحدي في مسألة المجيء فيه بشيء منه. إذن هو معجز، هو لا ريب فيه، فيه وفي تنزيله وفي آياته وفي أمره. قال الله عز وجل تنزيل، قال الله عز وجل لا ريب فيه تنزيل من رب العالمين. ورب العالمين هنا استخدام لفظ الربوبية، والألوهية هنا ما جاء إلا مرة واحدة، هنا الربوبية. وقلت لبعض إخواننا من الفوائد أن لفظ الألوهية يأتي في السور المدنية أكثر، ولفظ الربوبية يأتي في المكية أكثر. نعم. طيب، يعني في الأحزاب 50 مرة لفظ الجلالة، الله هنا أرد مرة واحدة في السجدة. وهذا يعني كما قلت لكم بعض الأسرار اللي تفاد من مقارنة الآية وتفسير القرآن بالقرآن. والذين ارتابوا، إما إنهم متعنتين في الارتياب أو جهال، هذين الذين ارتابوا فيه من رب العالمين، أيضا إيحاء لعموم الشريعة من رب، ليس رب فقط ربكم بل رب العالمين. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه، يعني تنزيل الكتاب لا ريب فيه بيّن مقولتهم أم يقولون افتراه، ثم قال أعرض عن هذه المقولة أم يقولون افتراه بل إبطال لما قالوه بل هو الحق. طيب قال الله عز وجل بل هو الحق، لاحظوا هو والحق، يعني الضمير هنا ثم الاستغراق، يعني الحق هو فقط وغيره باطل، بل هو الحق، شد رد عليهم بقوة، بل هو الحق. طيب من ربك، لماذا من ربك؟ لو قال من ربهم أو من ربكم، من مناسبة ربك هنا، لأنه قالوا افتراء، اتهموا النبي بالافتراء، فتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم هو ربه ورب المؤمنين عموما وربهم، لكن خصه بالربوبية تكريما له وتطمينا وإبعادا لهم عن شبهة ما قالوه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما، طبعا يا إخواني الإنذار هنا في القرآن، طبعا ورد الإنذار أكثر من التبشير. الإنذار هو الصيغة العامة، هو الوظيفة العامة، ولا الإنذار والبشارة في القرآن، تأملوا في القرآن تجدون كل آيات البشارة والنذارة تبدأ البشارة قبل، إلا في موطنين أو 3، وإلا جلها أكثر من 50 موطن تبدأ البشارة، كأنها تشير إن الأصل النذارة، لكن يبدأ يعني الإنذار هو الاسم العام، ويدخل فيه أيضا التبشير والتنذير، ووظيفة الداعي أن يبدأ بالتبشير قبل التنذير. قال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما، ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب القوم هذا من هم القوم الذين لم يأتيهم نذير؟ قيل هم عرب مكة، وقيل عرب الحجاز، وقيل العرب عامة، يعني العرب العاربة والعرب المستعربة على الاصطلاح المعروف، وإن كان عليهم ملاحظات، لكن نقول يعني على القحطانيين وعلى العدنانيين، والأمر في ذلك على كل الذين لم يأتهم، لأن بعض العرب تهود وبعضهم تنصر وبعضهم على ملة إبراهيم. فقال الله سبحانه وتعالى لتنذر، يعني كأن ما جدد لهم هذا، وخاصة أهل مكة، فقال تنذر قوما، يعني كأن الآية تشير إلى أنهم كانوا هم أولى الناس بالعناية بك والإيمان والتصديق، لأنهم ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب أم يقولون افتراه،
بل هو الحق لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، قال الله عز وجل لعلهم يهتدون. لاحظوا وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، لعلهم يهتدون، وفي الآية بعد آيات لعلهم يرجعون، ولعل نأتي لها في الدرس القادم لنفصل في لعلهم، لأن مهمة لعلهم. بعض الأحيان قال الله عز وجل لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم، قال ماذا قالوا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن بعض الأحيان لعل مهمة ذي، يعني لعل يرجعون يهتدون يتقون، فالإنسان لا يمل. وأيضا سنتأمل إن شاء الله وننظر في أكثر لعلهم، مثل ما قلنا في أكثرهم والأكثر وليس كثير، سنأتي أيضا للفائدة في مسألة لعلهم، بس بعد أن نأتي في مسألة الرجوع. نعم، عندما قال لعلهم يرجعون، بل هو الحق من ربك. إذا عرفنا الحق يعني هو الحق الكامل الذي لا شك فيه، فهو أكمل الحق. ومن ربك قلنا ما سر لفظ الربوبية هنا؟ لأن قبله افتراء، فتطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم جاء السياق بهذه المثابة. لتنذر، قلت لكم أن الإنذار جاء في القرآن في 123 موضع، يعني والبشارة في 57 موضع، وتقدمت البشارة، كانت البشارة في جلها متقدمة حال الإنذار، حال الإنذار يعني يبشر ثم ينذر. قال الله عز وجل بعد ذلك ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني المقصود أنهم أحوج الناس للتدبر والتأمل، لعلهم لعلي أعطيكم الفائدة هنا لأنها مهمة الحقيقة، لعلهم ولعلكم في القرآن، لعلهم ولعلكم، ولعلهم أيضا يفيدنا كدعوة لنا. لعلكم، لعلهم في الغالب للكفار، ولعلكم للمؤمنين، ويدخل معهم أيضا الكفار. لعلكم أكثر ما جاءت لعلهم يتذكرون، سنأتي لعلكم، لعلكم التذكر أكثر شيء. إذن أكثر شيء جاء في لعل، يعني هي جت في 43 موضع، لكن جاء في ربعها ما يقارب الربع التذكر، ولا هي تسير في أكثر من 15 آية. لعلهم يتضرعون يتقون، ها، غير ذلك، يؤمنون يحذرون يعلمون يفقهون يتفكرون يفقهون يرشدون يرجعون يتقون، لكن أكثرها يتذكرون. التذكر مهم، يعني ترى أيضا الغفلة بعض الأحيان، قلنا الجهل أساس والغفلة أساس، فاكتشفنا من خلال لعلهم وأكثرهم فائدتين، إن الجهل مشكلة والغفلة مشكلة أيضا. نعم، طيب، بما في القرآن أخذنا بما في القرآن. طيب، ويفاد من ذلك أن وظائف الإنذار جاءت كما قلت، وظائف الإنذار يعني أن تنذر لماذا؟ إما يرجع أو يتقي أو يهتدي أو يتذكر أو يؤمن، 15 وظيفة. من أكثر هذه الوظائف اللي لا تنسى التركيز عليها أن ربما تؤتي ثمارها التذكر، لأنها هي الأكثر، التذكر. وجاء بعدها الرجوع، وجاء بعدها الشكر التقوى، ثم يأتي بعد ذلك في درجات متتاليات. نعم، طيب، بعد ذلك قال الله عز وجل، هنا أيضا تذكرون، لعل بعضكم يوقفني ويذكرني، يعني أشعر أنه متابع لي. بعد الآية التي بعدها ما هي؟ ما الآية؟ الآية الآن سنتعرض لها. الله، وش قلنا في الله؟ أيوة، ماذا قلنا فيها؟ أي أحسنت، يعني ما أن الأحزاب مباشرة بعدها 50 مرة، واللي قبلها كذلك، هي أقل صورة، ها؟ وقلنا ظاهرة في المكية كذا قلة، لكن بشكل قلة غريبة هذه قلتها، لكن جت هنا. طيب، ها، وليش سرها؟ ما سر مجيئها هنا؟ ها، تأملوا فيها، انظروا في سياقها، لأن فيه مسألة الألوهية هنا، هنا حضرت، توحيد الألوهية حضر، لأن فيه الولي والشفيع، فجاء ليغلق هذا الباب. بل بدأت هذه الآية مع قليل من الآيات ما تبدأ خلق السماوات بها، فقال الله عز وجل الله الذي، العادة خلق السماوات يأتي لفظ الجلالة والموصول
لتأكيد أن الله الخالق، تأكيد على مسألة الوحدانية والألوهية لله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الستة أيام تأتي مع استواء على العرش دائما، ها في الغالب، ويأتي في سورة وما مسنا من لغوب في سورة قاف، وكان عرشه على الماء، لكن هذه جاءت، لكن هنا ما مسنا من لغوب ما لم تأتي. طيب، ثم استوى على العرش، إذن خلق السماوات والأرض وما بينهما، شفتوا جاءت بينهما، ما تجي مع ما في ولا لا، ومن في، جاءت هنا وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه. هنا التوحيد، لأن الله ما دام الله الذي خلق تجه بالتوحيد له، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وش الفرق بين الولي والشفيع؟ في القرآن يأتي ولي وشفيع ويأتي ولي ونصير ولا لا، والولي والنصير أكثر، جاء الولي والشفيع في ثلاث آيات، وجاء في سبع ولي ونصير. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي هو الذي يقوم بالأمر بنفسه، أنا أتولى مثلا، ولله المثل علي، يقولك أنا أتولى الأمر عنك، يعني هم هؤلاء الذين يعبدون الحين يشركون، بعضهم مغالي ترى في الشرك، يجعل الأمر كله بيد السيد وبيد الولي، ها، وبعضهم لا يطلب منه الشفاعة، وبعضهم يطلب الجاه، فهم تراهم يختلفون حتى المشركين في درا في شركهم، ها. فقال الله قطع هذا الباب، الله سبحانه وتعالى قطع، لا ولي ولا شفيع. الشفيع يعني بيضم صوته لصوتك، أنت صوتك ضعيف يضم له عند الله عز وجل، الذي له، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش، هذا الكون الواسع، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. ثم لاحظوا السر، ترى بعض الأحيان الآية تفهم من سياقها يا سباقها يا لحاقها، يعني لماذا جاءت ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يدبر الأمر، لأن بعض الجهال قد يحسب بجهله أن الله عز وجل الذي له هذا الخلق العظيم وهذا التدبير بين السماء إلى الأرض، ها، أن لأحد فيه شرك، ها، فجاءت هذه الآيات، فجاءت الآيات لتقطع هذا الأمر وتبعد هذا الظن. إذن ما لكم من دونه، لاحظوا أيضا ما لكم من دونه، ما لكم من دونه، ما قال ما لكم دونه، لكن من، لأن الآن أيهما أبلغ، تقول مثلا تقول ما جاء في، ما جاء أحد في الدار، أو ما جاء أحد من في الدار، مثلا هنا من أحد ولا أحد، لما تقول من أحد يعني كأنه كائنا ما كان لم يأتي أحد فتنفيه. فقال الله عز وجل ما لكم من دونه. طيب، من دونه إذا مزيدة لتأكيد النفي، لو عرفنا الولي وأيضا الشفيع، والنصير قريب من الشفيع وإن كان أعلى درجة من النصير، من الشفيع أعلاهم الولي، ثم فالولي يتولى، ها، وهو مشارك، كأنه مشارك في عياذا بالله عندهم في تصورهم مع الله، والشفيع لا، والنصير يعني يدخل يشفع. فقال الله عز وجل لا شفيع، لا ولي ولا شفيع ولا نصير. وقلت لكم أنها فيها ارتباط هذه الآية بقوله يدبر الأمر، ها، من السماء إلى الأرض. شوف التوحيد في هذه الآية، تأملوا في التوحيد في هذه الآية، أخوان عجيبة، والله كنت أتعجب من وأنا أتأمل فيها. أقول يدبر الأمر من السماء، الأمر من له، من استطاع، من السماء، من الله، ثم وصل إلى الأرض، ها حد دخل، ثم يعرج إليه، ها لا حد دخل، يعني منه، ها، يدبر الأمر من السماء، من إلى إليه، من إلى إليه، ما في أحد، من يطلع الأمر من السماء مدبر. ولاحظوا أيضا كلمة يدبر، ليس يقضي فقط بل يدبر، واللي يدبر يتقن، يعني على هذه السعة وهذه القدرة، هو سبحانه يدبر الأمر وحده سبحانه لا شريك له،
يدبر هذا الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. 1000 سنة مما تعدون، يعني 1000 سنة من عدكم. وهذا اليوم غير يوم القيامة، إن يوما عند ربك كألف سنة، هذه واحد حالة. يوم القيامة من طوله مقداره 50، هذا اليوم غير اليوم، لا نخلط بين هذين اليومين. مقداره 1000 سنة، يعني أنكم لو أردتم تصنعون هذا الصنع لاحتجتم. قيل إن المراد بالألف الكثرة في لغة العرب، يقول جئتك أو زرتك 1000 مرة، ومعني مزارك مرتين، 3 5، لكن معتاد إن 1000 أكثر. يود أحدهم لو يعمر اللي بي 1000 سنة هي بي 2000، بس إنها 1000 يعتبر إنها أقصى شيء. فبعضهم قال وإن كان الحقيقة 1000 سنة مما تعدون، يرد هذا التأويل. أي تأويل؟ إن المراد به الكثرة، والصحيح كأن المراد العدد، كأن المراد العدد. واضح في الإشكال؟ نعم. ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني الله سبحانه وتعالى الذي دبر وخلق هذا الكون. طيب، يعني على اتساع هذا الكون يعلم الله عز وجل كل؟ نعم، عالم الغيب. طيب والشهادة؟ الشهادة معروفة، يعني يدقق سبحانه، يبين الله عز وجل لأولئك الذين ينظرون لسعة هذا الخلق وعظمة هذا الخلق، فيأتي خاطر شيطاني، وهل الله عز وجل يعلم مع السعة؟ قال الله ذلك، والإشارة هنا للتعظيم، ذلك عالم الغيب. فما غاب سبحانه عالم به، والشهادة عالم بها، لأن الناس قد بعض الأحيان يدقون في الغيب ويتركون الشهادة، فيقال دقق، كان تشير إلى أن الله عالم بهذا وعالم بذاك. ولذلك أيضا ختمت بالعزيز الرحيم. طيب ليش الرحيم هنا؟ العزيز الحكيم، قلنا هنا ليش العزيز؟ العزيز واضحة ولا لا؟ لكن الرحيم لأنفس، أمر نازل من السماء وطالع، فبداية النزول رحيم سبحانه وتعالى، هذا الطالع وهذا النازل. والعزيز تراها تقترن أيضا، سبحان الله، العزيز مع الرحيم والعزيز مع الحكيم، أكثر شيء ترد العزة مع أنها من صفات الله اللي فيها قوة من سبحانه وتعالى، تقترن بهاتين الصفتين أكثر شيء. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.